اهلا وسهلا بالمشاهدين، يومكم سعيد بحلقه جديده من برنامجكم اللي بتحبوه شيف ونص. حلقتنا كتير النهارده مميزه، حبينا نجيب اكله من بلد العراق الشقيق. عندهم الرز بجد، حد عزمني حبيبي قوي عراقي، تعرفيني طبعا حبايبنا كتير، فعجبني الرز اللي انا اكلته، فبصراحه سالت بيتعمل ازاي، قالوا لي 1 2 3 4. حبيت النهارده اجي مع مشاهدي الكرام ان انا اعمل 1 2 3 4 الرز العراقي الجميل. الرز اسمه بصراحه برد بلاو، هو اسمه كده، سالت قال لك برد بلاو، يعني الاسم كده، ما انا مش عارف في بلد في العراق اسمها برده ولا شو، بس هي برد بلاو. الرز ده هنعمله مع بعض، مقاديره ومكوناته مفيده كلها، في خضار وفي بيض وفي مكسرات وفي عجين، فالرز بجد عجبني الماتيريال بتاعه اللي هي المكونات بتاعته، وفي نفس الوقت طريقه التحضير نفسها ازاي يتقدم. اوكي، مقادير الرز 3 كوب رز بسمتي مع نص كيلو لحمه مفروم مع سمنه وزبده، ده العادي، بصل ناعم، ثوم، بزله وجزر وفاصوليا خضراء، الخضره اللي احنا بنحبها، التوابل حبهان وقرنفل وقرفه وفلفل اسود وملح. العجينه بنجيب عجينه الرقائق الهشه وبنشوف ازاي هنعمل قالب رز عراقي اسمه بردت بلاو. بردت بلاو زي ما موجود على الشاشه مع حضراتكم. معانا كمان سلطه، انا نقدر نسميها سلطه الشيف، ممكن نسميها سلطه الطماطم بالطشه، ده من ابتكاراتي انا، سلطه الطماطم بالطشه. جمعنا ما بين، والفكره في السلطه ديت ان احنا نجمع ما بين الخضره النيه ونعمل لها الصلصه بتاعتها مستويه سخنه يعني. فهنعمل طش الثوم زي ما احنا عارفين بالخل والليمون مع التوابل البابريكا والملح والفلفل، ونتبل بيها الطماطم بتاعتنا، فاسمها سلطه الطماطم بالطش، وتقدروا بين قوسين تكتبوا شيف ونص. هنعمل كمان شوربه خطيره قوي علشان اطفالنا اللي على السفره النهارده ما يعرفوش يعني ايه طشه ولا يعرفوا يعني ايه برده بلاو والقصه بتاعتنا دي، فعملنا لهم شوربه حلوه قوي، هم بيحبوا الكفته بيحبوا البطاطس، فعملنا شوربه البطاطس بالكفته، برضو طريقه شيف ونص. دايما نقول المطبخ ابداع وابتكار وفن، فاحنا لازم نبدع ونبتكر، ورؤيه المطبخ رؤيه قبل كل شيء. شوربه البطاطس بالكفته او بالكريمه، يعني هنضيف لها كريمه لباني عموما عشان الاطفال. البطاطس عادي خالص مع الكرفس ومع البقدونس بتغلي بتستوي، وبعد كده بنعمل كفته بتاعتنا العاديه اللي هي لحمه مفرومه وبصله ناعمه وثوم وشويه توابل، وبنشوي الكفته على جنب، وبعد ما بنسوي البطاطس بنضربها في الخلاط نخليها ناعمه قوي، وبعد كده بنضيف لها الكفته. ده انا شرحت نظري لحلقتنا النهارده عشان نشوف نتعايش مع الشيف هيعمل لنا ايه النهارده. اذا احنا عندنا الثلاث اكلات الحلوين النهارده، هنبدا بيه يا شيف اللي هياخد مننا وقت كتير وغلبه كتير، الرز العراقي. اي نعم هنتعب عليه كتير، بس بعد ما نشوفه في الاخر بجد نفسكم هتتفتح عليه وهتاكلوه كله مش هتخلصوه. المقادير موجوده على الشاشه كمان مره لحضراتكم، الرز البسمتي، الخضره اللي موجوده بازله وجزر وفاصوليا، بقدونس، وعندنا شويه لوز للتزيين، معلقتين سمنه ومعلقتين دقيق، وعندنا اللحمه المفرومه وبصله ناعمه وبيض مسلوق، والبهارات اللي موجوده قدام حضراتكم ديت بالظبط اهيت، والعجينه الرقائق الهشه اللي احنا عارفينها بنعمل بيها ابل باي، او بنعمل بيها فطيره فراوله، فطيره موز، عجينه، وبنعمل بيها عجينه ام علي، دي موجوده في السوبر ماركت، اذا مش عايزين نشتريها فينا نعملها في البيت بالزبده والدقيق، وهي اسمها عجينه الرقائق ليه؟ لان بنعملها كذا رقه مع بعض ونعجنها ونطيها تاني ونعجنها ونطيها تاني لغايه لما نعمل 7 رقات مع بعض بينهم زبده او سمنه، وفي الاخر بتطلع بالشكل ده اللي احنا شايفينه مع حضراتكم ده. ده الموضوع كله. تعالوا نعمل مع بعض الرز العراقي الجميل. طبعا قبل ما اشتغل في الرز العراقي لازم تعرفوا ايه اللي على النار هنا، عشان لما تشوفوا الدخنه والهيصه دي كلها، البطاطس دي عايزه وقت كتير في السوى، فانا قطعت البطاطس مع كرفس بتغلي هنا. بطاطس وكرفس بيغلوا على النار، انا عايز البطاطس تستوي جامد علشان نعملها شوربه مع بعض. فاللي بيغلي على النار بطاطس مسلوقه. تعالوا نعمل مع بعض الرز العراقي. سهل جدا خالص. حل على النار. حلو قوي يا شيف. فيها شويه زيت زيتون مع معلقتين من السمنه. حلو قوي عشان السمنه ما تتحرقش بالشكل ده كده. عندي اللحمه المفرومه المتعصجه
حلو قوي. معاها بصله ناعمه. انا بعصج اللحمه عادي كده خالص اهيت. الرز ده بيتميز بايه؟ بان هو الجديد فيه كل حاجه، في الخضار، البيض، البروتين، النشويات، يعني طبق كامل من كل حاجه. حلو قوي. اللحمه بتستوي على النار مع بصله وتومه كده. عند الرز البسمتي مغسول ومنقوع جاهز عندي، ده لازم يتغسل ويتنقع قبلها بفتره. حلو قوي، علشان انا مش عايز الرز ياخد وقت كتير على النار سوا. بحط شويه توابل هنا للحمه، عندي شويه قرنفل مطحون ناعم، حلو قوي، شويه قرفه. القرفه مع القرنفل بتدي تيست عالي قوي. حبهان ناعم كمان. فينا نحط ورقتين او عودين من القرفه، الورق هنا او الخشب، علشان تبان كزينه في طبق الرز بالشكل ده كده. الله، هنا الريحه بتختلف، ريحه جامده جدا وحلوه قوي، اللي هي ريحه القرفه مع الحبهان والقرنفل. حلو قوي، اللحمه استوت بالشكل ده كده. عندي هنا البازيلا، الخضره هنا مكتوبه في المقادير بازيلا، انا حبيت اضيف لها جزر وفاصوليا خضراء. حابين نضيف بازيلا بس مفيش مشكله، الخضار زي ما انا عايز. دايما نقول احنا نضيف من عندنا بس ما نغيرش من شكل الاكله خالص. اول يعني اذا انا مش بحب الحبهان في التوابل بتاعه الرز ما احطش حبهان، ما بحبش القرفه ما احطش قرفه. ادي البازيلا، شويه فاصوليا خضراء، شويه جزر، هيدي لون حلو قوي للرز كمان. حلو قوي، كل ده بيتقلم مع بعضه كده. تمام قوي يا شيف. حلو قوي، الخضار مع الرز واللحم فينا ان احنا نستغنى عن طبق سلطه خضراء في الحاله ديت. يعني اذا احنا عندنا طبق رز فيه المكونات ديت، خضار ولحمه، لو مش موجود على السفره طبق سلطه خضراء هيمشي الحال. ليه؟ في خضره في الرز بتكفي طبعا. اهم حاجه ان يكون في مزيج على السفره ما بين الخضار والنشويات اذا احنا بناكل. فطبق زي ده فيه كل حاجه، هيبقى فيه العجين وفيه الرز وفيه الخضار واللحمه. حلوه. عندي هنا كمان ايه؟ الرز. بناخد الرز كده مغسول ومنقوع جاهز، رز بسمتي. اختيارنا للرز مهم جدا، ما يكونش متكسر، تكون الحبه البيضه الطويله بالشكل ده كده. الله، كميه كلها كده. نقلب الرز مع الخضار واللحمه، شايفين الشكل الجميل ده كده؟ الله، اتاكد طبعا ان الرز اتقلم مع الخضار كله، البازيلا والجزر واللحمه بالشكل ده كده. بظبط الملح بتاعي. حلو قوي، شايفين الرز شكله جميل ازاي؟ نظبط الملح كده، عيار الملح تمام. وهقول لحضراتكم ازاي اظبط الملح للرز قبل ما يستوي. ده حالا دلوقتي مع بعض، اذا انا بحط ملح زي كده وعايز اظبط الملح بتاعي. حلو، عندي الميه، عايز انا شويه الرز اللي موجودين هنا خساره، بفضي ميه هنا كده، وفي نفس الوقت بعرف عيار الميه لان انا عارف عيار الرز في البوله اللي انا شغال بيها تقريبا كده كويس. وفي نفس الوقت في شويه رز هنا مش عايزين ينزلوا، انا بجيبهم كده بالسياسه. حلو قوي،
وبفضيهم على بقية الحاجات. حلوة تمام. حلو كده كده عيار المية تمام. وأقول لحضراتكم ازاي اشوف الملح مظبوط ولا لا. حلو في معلقة كده الاول خالص بدوق كده المية اذا تمام كده قلبت انا توابلي تمام وكله تمام. تمام الملح مظبوط وكله تمام زي الفل كده انا جاهز. انا المطلوب هنا مني دلوقتي ان انا الرز ده يستوي تمام خالص وياخد وقته في سواه مع الخضار بالشكل الجميل ده كده. ولكن مهم جدا ان الرز هنا يتنقع وقبل ما انا انزله مع الخضار مدة ساعتين تقريبا لازم الرز البسمتي يتنقع. حلوة ضغطت الحلة بتاعتنا دي كده وبعد ما بيستوي الرز الغطا فين اهوت. حلوة انا عايز بعد الرز ده ما يستوي عندي البيض هنا جاهز مسلوق اللي انا هحشي بيه الرز تاني. حلو قوي. عندي معلقتين من الدقيق وعندي لوز وعندي سمنه بلدي معانا. مجدي ازيك يا مجدي؟ السلام عليكم يا شيخ. سلام ورحمه الله وبركاته. عامل ايه النهارده؟ بنعمل رز عراقي النهارده. رز عراقي. احنا اولا بنشكرك. ايوه بنشكرك على مجهودك وعلى كل الاكلات الجميله اللي بتقدمها لنا. اكلات شهر العسل واكلات الشتاء انت لسه فاكر شهر العسل؟ طبعا ده احنا كلهم في عسل يا باشا بالاكلات بتاعتك دي. الله. دلوقتي الرز يا باشا كان في رز اسمه بيتعمل في العراق كده بالخروف وبالدجاج اوزي الاوزي. ايوه الاوزي. ايوه الاوزي. ايوه ايوه طعمه حلو. يا ريت يعني تفكرنا بيه كده وتعمل لنا اكله منه كويسه. نعمل رز الاوزي لانه بيبقى دسم وحلو وبعدين بيبقى هو تقريبا بنفس نفس مكونات الرز ده طبعا من غير الجزر. هو بازيلا بس ولحمه ورز بس بيتعمل بالعجينه والاوزي بيبقى طبعا شكله جميل جدا وطعمه حلو زي انت بتقول. هنعمله في يوم من الايام ان شاء الله. ان شاء الله. ماشي يا غالي. شكرا كمان مره لك. شكرا. وكويس ان الرجاله دلوقتي بتتابع المطبخ. برافو شيء جميل جدا ان شاء الله. طيب شكرا يا اخي مجدي. الف شكر. انا متبسط لما في حد بيتصل من السيد علشان بيتابعوا المطبخ بجد والله. مش عايز يعني بالموضوع على الست بس لا. لما في راجل بيتصل ويتابع المطبخ ده شيء جميل ان يعرف هو بياكل ايه على يعني. انا كده الرز خلاص استوى بيستوي على النار طبعا لسه معانا وقت. تعالوا نتكلم عن الكفته اللي هنعملها لشوربه البطاطس. هي سهله جدا. هنعمل الكفته مع بعض واحنا شطار جدا في طريقه عمل الكفته. عندي لحمه مفرومه وانا حاطط في قلبها فصين من التوم مطحونين عشان ما انساش. ادي التوم في قلبها. حلو قوي. وبستعين كده بشويه دقيق صغيرين عشان انا دي هحمرها في الزيت. حلو قوي. المقادير تطلع على الشاشه يا ريت. مع بصله ناعمه. حلو قوي. مع شويه بقدونس مفرومين ناعم برضو. كل ده تمام. التوابل عندي زي بالظبط كالعاده توابل الكفته شويه فلفل اسود. اوكي عايز فلفل كتير عشان تكون سبايس مفيش مشكله. شويه حبهان. شويه قرفه ناعمين. شويه قرنفل. التوابل دي حسب الرغبه دايما انا سايبها لحضراتكم زي ما بتحبوا تضيفوا ولكن في اساسيات لازم تكون موجوده زي الملح والفلفل دول اساسي. بخلط كل العجينه دي مع بعض كده. طبعا المعلقه دي اللي انا ضفتها هنا بتلعب دور البطوله هنا في الخلطه بتاعت الكفته بتخليها تتماسك بسرعه وما تفرطش مني وانا بحمرها في الطاسه عشان انا عايز اعملها كفته صغيره قوي كده بشكل عشوائي. وهنشوف ازاي هنعملها مع شوربه البطاطس بالكريمه. دي برضو ابتكارات ورؤيه شيف ونص. حلو قوي كده انا عملت الكفته.
املحها بشويه ملح. حلو قوي. الكريمه اللباني دي لسه مش وقتها، خليها دلوقتي. طبعا الرز بيكون على نار عاليه، النار اللي انا حمرت فيها اللحمه في البدايه خالص، بس الرز يغلي واشوفه خلاص كله بدا يغلي بوطي النار عليه واتقل على الرز لما يستوي يا ابو حميد. حلوه دي الكفته جاهزه كده. حلوه بجهز طاسه على النار، بس الاول نشوف الرز اخباره ايه عشان ننقله على نار هاديه. ايه الاخبار؟ اوبا هو ده بدا يتشرب اهوت، باخده على نار هاديه كده. حلو قوي، بشوف في نار هاديه كده. تعالي حلو، نعلي النار هنا شويه صغيرين، وبنجيب الرز هنا. تمام، الرز هنا انا عايزه يستوي كده على نار هاديه مع بعض لغايه لما نشوف الكفته هنعمل فيها ايه. عندي الكفته احمرها في الطاسه دي كده مع شويه زيت صغيرين، عايز تحمير بس كده، وفي نفس الوقت ما خلاش تشرب زيت كتير. حلو قوي، بشتغل في الكفته كده تحمير مع بعض. حلو قوي، فين الكفته دي؟ اذا احنا عايز نعملها كذا حاجه مع بعض بالطريقه اللي انا عملتها ديت، فينا نعملها فته، ودي بتسمى فته اليوغاتليه، ده طبق شامي موجود باللبن المطبوخ او اللبن الني مع الخبز المحمص ودبس الرمان. حلو قوي، وفينا نعمل بنفس الطريقه ديت كفته مع البطاطس والطحينه. حلو قوي، انا هشتغل كده في الكفته، بعملها كور صغيره كده. حلو قوي، الموضوع مسلي. لو عندنا البنات عندنا في المطبخ صبيان يخشوا المطبخ ندهم فرصه يقفوا يساعدونا، لو بداوا انهم يشتغلوا كده حبايبي اللي بيحبوا المطبخ، ونعلم بناتنا اهوت بالشكل ده كده. قبل ما نطلع فاصل طبعا هتعرفوا الشيف هيعمل ايه، طول ما انا واقف هعمل كده في الوقت الاستراحه بتاعي. خلونا نطلع فاصل صغير ونرجع نشوف الرز العراقي اللي هو القالب اللي هنشوفه مع بعض، هياخد لسه مننا شغل مع شوربه البطاطس بالكفته وسلطه الشيف الطماطم بالطشه. ما تروحوش بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. انا وعدتكم ان انا مش هعمل اي حاجه خالص غير ان انا خلصت على الكفته، مش اكلتها لا، كورتها وحمرتها في السمنه والزيت بالشكل الجميل ده كده. وقلنا هنا دور البطوله للمعلقتين الدقيق اللي انا ضفتهم للحمه، خلتها تبقى جامده بالشكل ده كده وتمسك نفسها في التحمير. هبدا اقلب الكفته هنا كده بالمعلقه اللي فيها السمنه دي، مفيش مشكله، علشان تاخد الاحمرار من كل الجوانب. حلو قوي كده، وبعد ما بتحمر الكفته دي كويس، انا عايز شويه السمنه وشويه الزيت دول هم نفسهم اللي انا هضيفهم للبطاطس. حلو قوي، كأن حمرت بصله بشويه سمنه وشويه زيت للشوربه بتاعتها. شايفين اللي انا بعمله ده؟ مهم جدا، انا عايز حركات شيف ونص. الزيت اللي انا بحمر فيه والسمنه ديت ما نخطأش بقى وناخد الكفته ونركنها على جنب ونرمي الزيت او السمنه دي، لا، انا عايز الشويه دول كده زي ما هم هاخدهم بعد ما بحمر الكفته وانزل بيهم على البطاطس الشوربه اللي انا عاملها. ناخد ده كده على جنب وخلاص كده الموضوع. حلو قوي، نخليها على جنب كده لغايه لما نشوف موضوع الرز اللي الشيف طبعا بيبدع لنا فيه النهارده. انا علشان اعمل القالب الرز بالطريقه العراقيه، اتصال. ام عبير اهلا وسهلا. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيف؟
يا اهلا وسهلا، ازيك يا ست الكل؟ تمام الحمد لله. ايه الابداعات الجميله النهارده؟ احنا في المطبخ العراقي. العراقي الشقيق. العراق بيعملوا رز بالطريقه دي بامانه يعني. لا جميل، انا اكلته بصراحه عجبني فحبيت اعمله النهارده. لا احنا هنجربوه بقى ان شاء الله ونقول ايه راينا. بس هنجربوه. دي اسكندراني. انا من اسكندريه. اهلا وسهلا، تحيه لشعب اسكندريه. الله، الفول على فكره كمان بتاع امبارح اللي بالبليله ده كان اسكندراني. فول بالبليله؟ بتاكلوه في اسكندريه كده؟ بناكلوه كده. حلو قوي. بنحطه عليه البليله وبناكلوه بالزيت والليمون، بيبقى حلو قوي. الله. احنا امبارح كنا القمح، كل منتجات القمح اشتغلنا منها. تسلم ايدك يا سيدي. ماشي ست الكل، ليك السؤال اتفضلي. عايزه بس طريقه الشوربه الحريره اللي هي المغربيه. الله. طيب حاضر، كلها فايده بصراحه. حالا دلوقتي اقول لك عليها، ورقه وقلم ونسجل مع بعض. شوربه الحريره المغربيه. شكرا. تحت امرك يا ست الكل. شوربه الحريره دي شوربه مفيده جدا، وفيها كل حاجه زي ما بنشتغل الرز دلوقتي كده، في كل حاجه. عباره عن عدس وحمص ورز وطماطم معصوره، حلو قوي، وبقدونس ولحمه متقطعه ناعم جدا. كل ده بيغلي مع بعضه، بصله ناعمه، ننزل بتوميه ناعمه، وبعد كده ننزل بالحمص لانه واخد وقت سوى كتير، فنشتري الحمص المستوي الجاهز، حلو قوي. وبعد كده ننزل باللحمه والعدس والرز. وسر بقى نجاح شوربه الحريره، وده مش بيعملوه في المغرب كلها، لا في مدن يعني، مكناس بطريقه، الرباط بطريقه، الدار البيضة بطريقة. فاللي انا هقوله دلوقتي ده، انا بسأل طبعا وبعرف الكلام ده في البعض، ولكن انا بحب كده كمان. بعد ما بنشيل شوربة الحريرة من النار وهي بتغلي كده وتكفكف، بنجيب صفار بيضة نضربه ونضيفه للشوربة ونخلط الشوربة جامد، وما نرجحهاش للنار تاني. ده بيديها القوام الجميل، القوام الشكل الجميل اللي هو شكل صفار البيضة، الشكل البرونزي الجميل. فده اللي انا بقول عليه، مش في كل مدن المغرب بيعملوها كده، ولكن انا بحبها كده. بعد ما بتطلع من النار، بعد ما بتغلي الخضار كلها والعدس والحمص وكل حاجه، ونتبلها اساسي بالقرفه، بنشيلها، بنجيب صفار بيضه نضربه على جنب يكون صفار بيضه سليم، ونخلطه للشوربه. صدقوني بتكون طعمها خطير جدا. انا باخد بعد كده، ما بعد ما بعمل القالب اللي انا هشتغل فيه الرز بالشكل ده كده، اتاكد طبعا ان ما عادش فيه دقيق، بالشكل ده كده بجيب العجينة اللي موجودة عندي اهيت، حلوة دي العجينة. ببدأ ان انا احط العجينة بالشكل ده كده، الرز ده طبعا عايز حضراتكم تجربوه بنفس الطريقة. نوطي النار كده على الكفتة. طبعا انا عايز وحضرتك واقفه في المطبخ تكون عينيك متابعه كل حاجه، مش ان انا اتشغل في طبق بعمله واسيب بقيه الحاجه زي ما كان هيحصل مع الشيف دلوقتي، الكفته تتحرق منه. لا، نخلي بالنا من الحاجات الصغيره ديت خالص. اهوت كده ببدا ارص العجينه كده. طبعا العجينه دي في منها السليم اللي هي قطعه واحده قالب، وفي منها الرقائق ديت، اللي موجود هيمشي الحال. انا بصراحة لما انا كنت في السوبر ماركت بجيب لقيت ديت، جبت ديت، في اللي هي منها السليمة، فينا نجيبها ونفرتها ونقطعها ونعملها بهذا الشكل، مفيش مشكلة، ولكن لازم ادهن القالب زي ما شفنا مع بعض. دهنته زبدة ودقيق علشان العجينة دي تستوي معايا وتدي شكل الاحمرار، حلو قوي. تمام كده، باخد بعد كده الرز اللي انا مجهزه كده، خلاص حلو قوي الرز جاهز هنا. بص عليه، الله، هو ده، ادي الرز مع البازيلا والخضار واللحمه المفرومه. ما اقولكمش على الريحه الجميله ديت، لو انتوا معايا دلوقتي تقولوا يا بختك يا شيف. الله، ريحه القرفه مع الحبهان مع القرنفل، الله الله، ريحة التوابل هي اللي في الرز بتلعب دور البطولة.
خلوا بالكم الرز واحد والخضار واحد واللحمة واحد، ده اللي موجود في كل المطابخ اللي في العالم كله، ولكن تركيبة التوابل من الشيف هي المهمة جدا. انا بقلب الرز كده شوية علشان اطلع منه البخار السخن والهواء السخن ده كده، علشان لما احطهم على العجينة ما يكونوش سخنين قوي، لانه هي المفروض تكون باردة، ولكن الشيف الشاطر وست البيت الشاطرة فيها ان هي تستخدمها وهي سخنة كده مفيش مشكلة، زي ما انا بعمل دلوقتي. حلو قوي. نجيب كده على حلو قوي، واخد من الرز ده كده، الله، بحط رقه كده زي ما احنا شغالين مع بعض كده. شايفين القرفه الخشب بتطلع معايا ازاي؟ انا عايز القرفه الخشب كده تبقى برزنتيشن للطبق ده بعد ما اغرفه. حلو قوي، تمام. البيض المسلوق فين يا شيف؟ موجود. حلو قوي، ناخد البيض المسلوق كده. ونيجي نقطعه بالسكينة. فين السكينة يا أبو حميد؟ حلو، نقطع البيضة نصين بالشكل ده كده، وتتحط بالشكل ده كده. حلو أوي، أنا بقول إيه؟ رحنا مطعم ناكل، رحنا عند ضيوفنا ناكل، عزمونا اخواتنا في الدول العربية، قرايبي، خالتي، عمتي، حماتي عملت أكلة، مفيش مانع إن احنا نسأل وعجبتني اتعملت ازاي، ونسمع بانتباه كويس ونجربها ونعملها. هي ممكن ما تطلعش زي ما هي عاملاها بالظبط، ولكن على الأقل هنقدر إن احنا نغير ونجرب، وممكن تطلع أحسن، لأن كل واحدة ربنا خلقها وكل شيف ربنا خلقه وكل مخلوق على وجه الأرض له نفس، لازم نؤمن بكده. زي بصمة الإيد بالظبط، ربنا خلقها مختلفة بين البشر كلهم، فنفس ده من كل واحد بيختلف. لو اتنين مولودين في ساعة واحدة توأم أو في دقيقة واحدة توأم، لو عملوا رز كل واحدة تعمله بطعم، والكلام ده أنا قلته أكتر من مرة، لأن النفس ربنا جعله ما بين البشر مختلف تماما. حلو قوي، شايفين انا عملت ايه بالشكل ده كده؟ حلو قوي، الله، تمام قوي يا شيف. كده الرز جاهز، بضغط عليه بالراحه، مش قوي طبعا، الرز مستوي جاهز عندي وكله تمام. انا بس ادخل دي الفرن كده، الرز الباقي ده طبعا فينا نقدمه كده مفيش مشكله، نخليه على جنب. بجيب بقية العجينة موجودة اهيت. هالة مدام هالة، ازيك؟ اهلا وسهلا. ازيك يا ست الكل؟ تسلم ايدك. قولي لي النهارده ايه رأيك في المطبخ العراقي النهارده؟ تسلم ايدك جميل. اتفضلي يا ست الكل. كنا عايزين نسأل على لو في الحلويات الكحك والغريبة دي حاجة. كنت عايزه كمان يا ريت بقى تقولها لي دي دلوقتي بسرعه، الهامبرجر. هنية، حاضر حاضر، تحت امرك، عيوني ليك يا ست الكل. حالا دلوقتي ست الكل عايزه الكحك والغريبه. عموما احنا عملنا الكحك والغريبه ومقاديره موجوده على صفحتنا شيف ونص. الدقيق والزبده، اذا عايزين نعمل كحك بالعجميه بنعمل العجميه، عباره عن سمنه وعسل وتمر، وده موضوع بسيط جدا. موضوع الكحك الغريبه، عشان تنجح الغريبه معايا بضيف لها بياض بيضه مع الزبده والدقيق، واخلط الزبده بالدقيق على البارد، ده مهم جدا. فعمليه الكحك والبسكويت ديت بتختلف من ست لست ومن شيف لشيف بمقدار الدقيق والسمنه ونوعيه السمنه اللي بنستخدمها. حلوة، يعني لو هنعمل غريبة تقريبا نص كيلو دقيق مع 600 جرام زبدة مع بياض بيضة مع طبعا منكهات الغريبة اللي هي رشة فانيليا ورشة ملح صغيرة للدقيق، وبنحط برضو نص كوب من السكر البودر، وبنخلط ده كله مع بعضه
واحنا بنعمل الغريبه نعملها الزبده على البارد، وبنحطها في صينيه متهونه بالزبده والدقيق وبنخبزها في الفرن، بس ما بنقربش منها ولا نخلي الاطفال يقربوا منها غير لما تبرد خالص. بنزينها باللوز او بالبندق حسب الرغبه. اما بالنسبه للهمبرجر، احنا نقول برجر مش هام، هام دي احنا عارفينها مش لحم الخنزير، خلينا نقول برجر تشيكن او برجر بيف او برجر فيش. البرجر مكوناته كالاتي: لحم الصويا، اللحم المفروم، ونجيب الصويا الناعمه بنخلطها مع بصله ناعمه وبقسماط ناعم، وحابين نضيف لها سبايس فلفل اسود كتير، بابريكا حمراء، شويه توابل زي الزعتر، منكهات البرجر، وبنخلط العجينه دي كويس، وبنجيب حاجه مدوره كده سيان او بنعملها على ايدينا بواسطه كيس بلاستيك، وبنعمل اقراص ونحطها في الديب فريزر تتجمد شويه. بنكون مجهزين الطاسه نحمرها زي ما احنا عايزين، عايزين نقدم معاها بيض، نقدم معاها جبنه حسب الرغبه. واوعدكم في حلقه من الحلقات ان شاء الله هنعمل البيف برجر والتشيكن برجر والفيش برجر. خلونا في الرز العراقي. انا وصلت لمرحله دلوقتي عملت القالب بالشكل الجميل ده كده، خلاص ده جاهز. دهن القالب من تحت بالزبده والدقيق، مهم جدا الحركه اللي انا عملتها دلوقتي، وهخبزه في الفرن دلوقتي. المطلوب من هنا فرن درجه حرارته 150 او 180، مش عالي قوي، لان العجينه دي لازم تستوي وتحمر من تحت، ونشوفه بعد ما يستوي ونقلبه ونزينه باللوز اللي انا هحمره دلوقتي مع بعض. خلينا ندخلها الفرن. عايزه وقت قد ايه يا شيف؟ ما قلتش. عايزه وقت اقل حاجه ثلث ساعه، ثلث ساعه عشان العجينه دي تحمر وتستوي معايا. شوفوها بعد ما تستوي. حلو قوي. الرز الزياده عندي هنا بحتفظ بيه على جنب كده، خلي بالكم علشان محتاجين له. وناخد الشوربه بتاعتنا نشوف هنعمل فيها ايه بعد كده. نقفل النار دي خالص عشان الكهرباء. حلو قوي. تعالوا الشوربه. اوه هو ده. البطاطس هنا بتغلي مع كرفس. حلو قوي. ايه الاخبار؟ تقريبا البطاطس قربت تستوي خلاص. ايوه هو ده اللي انا عايزه. ايه المطلوب بعد كده وهي على السخن كده؟ بعمل حاجه حلوه قوي. ايه هي؟ عندي الخلاط بتاع الشوربه، بجيبه كده. حلو قوي. وبخلط البطاطس ديت ناعم قوي بالشكل ده كده. طبعا لازم البطاطس تكون مستويه علشان تتفرم معايا بسرعه بالشكل الجميل ده. شايفين انا ضفت اللي كل اللي ضفته هنا كرفس بس للبطاطس. الملح ما ضفتش، هو ميه وكرفس وبطاطس، وخليتهم يغلوا كلهم مع بعض. لو قلت لي يا شيف ايه الريحه الحلوه اللي انت بتشمها دلوقتي مع البخار اللي طالع ده، ريحه الكرفس جميله جدا على فكره. حلو قوي. لازم اتاكد طبعا ان الخليط كله بيتخلط مع بعضه كده. الله، انا بحب قوي الشوربه دي على فكره، خاصه للي ممكن يكون عندهم امساسال يشربوا الشوربه ديت. حلوه قوي، مفيده، الاطفال يحبوها والكبار كمان يحبوها. وعشان كده انا حطيت لها لحمه كفته علشان فينا كلنا ناكل منها. والكريمه اللباني طبعا هتخلي لها طعم جميل وجميل وجميل واحسن بكتير من الاول. حلو قوي. تمام. الله، ايه الاخبار كده؟ نشوف ايه الاخبار. اوه لغايه كده تمام. دي بطاطس وكرفس. حلو قوي. شايفين القوام ده؟ حلو قوي. باخد هنا اللبنه اللي موجوده عندي، بنزل بقى كده على الشوربة وأقلب كده. الموضوع اختلف تماما هنا، شايفين اللون الجميل ده كده؟ الله هو ده. تعالوا بقى للأجمل بعد كده اللي أنا هنزل بيه دلوقتي على البطاطس. لغاية دلوقتي كده ممكن نقدم الشوربة دي زي الفل. هنتبلها ملح وفلفل، يعني شوية فلفل أسود كده وشوية ملح. مدام سعاد ازيك؟ ست الكل، اهلا وسهلا. ازاي اخبار حضرتك؟ الحمد لله رب العالمين. وانت طيب؟ وانت طيبه يا ست الكل، منور دايما اللايف كده ان شاء الله. الله يبارك لك، تحت امرك. الله يخليك.
شيف احمد معلش انا ظروف شغلي بتخليني بيبقى غصب عني ان في بعض الحلقات او الاعاده بتاعتها ما بلحقهاش. الله عشان انا بشتغل محاميه معلش. تحت امرك. اهلا بيك. كنت بسالك على الخرشوف. الخرشوف كل أنواع حضرتك انعيدات حضرتك تقولها لي كلها مره واحده بعد اذن حضرتك. والسيفود الخرشوف ماله الاول؟ عايز حضرتك انواعه. ايوه حاضر. عينيا اقول لك 20 طريقه دلوقتي بس لازم يكون معاكي ورقه وقلم. حاضر. اتفضلي تحت امرك. شكرا شكرا. حاضر يا ست الكل عيوني ليكي. اتفضلي. تسلم عينيكي. الخرشوف اولا فوائد الخرشوف كتير، ما لو قعدنا نتكلم للصبح مش هنكفي، فلازم نهتم بيه قوي ونغير من طريقتنا للاكل فيه. الخرشوف فينا نعمله سلطه رقم واحد، وسلطات متعددة، هو الحلو سلطة ونضيفه مع بعض الخضروات سلطة، حلو قوي. وفينا نعمله شوربة، وفينا نعمله جراتان، وفينا نعمله مشوي. هنتكلم تتعمل سلطة ازاي. احسن حاجة في الخرشوف تتعمل سلطة رقم واحد الخرشوف القلب، في الكعب وفي القلب. الخرشوف قدامنا كده بنشوفها عند الراجل الفكهاني بتبقى عاملة زي الاناناسية تقريبا، زي الاناناسية كده، انا يعني شايف شكل قريب ليها كده تقريبا، بس طبعا بيكون وراها اخضر وكبير. بناخد الخرشوفية زي ما هي كده، فينا نغسلها الاول ونجيب ميه مغليه بالليمون وسنه خل عشان الميكروبات اللي موجوده، ونسلق الخرشوف زي ما هو كده زي ربنا ما خلقه. انا هجيب خرشوف من عند الفكهاني، هاخد الخرشوف ده بعد ما بسلقه كويس. طبعا لما هسلقه في ميه بليمون بخل هيبقى لونه اخضر، لو سلقته في ميه من غير ليمون ولا خل لونه هيبقى اسود، فلازم الليمون والخل. سلقت الخرشوف كويس، بعمل له صلصه حلوه وعباره عن زيت زيتون وليمون وسنه خل صغيره وشويه مستردة، واحط الصلصه الجميله ديت كده على جنب في طبق، وامسك الخرشوف في ورقه ورقه اغمسها في الصلصه الجميله ديت واكلها. مش اكل الورقه كلها لا، بسحب الورقه كده ما بين شفايفي واسناني بيطلع لي بهريس حلو من الورقه. ده ورقه الخرشوف. انا هبدا معاكم من الزيرو، انا بحب السلطه دي قوي، ابدا اتسلى فيها مزه كده على ما اكل، هيفتح لي الشهيه بتاعتي، والبهريز اللي في الورقه ده مفيد جدا، زي اللحمه اللي جوه رجل الكابوريا، كلنا بنرمي رجل الكابوريا، لا، فيها لحم من جوه اهم من اللحم اللي في بطنها، فاللحم اللي موجود في الورقه اهم من اللي في الخرشوفيه. خدنا الورق مصمصناه بالصوص بتاعه. بقى عندنا القلب بقى جوه والكعب. القلب ده بجيبه اقطعه كده وهو مسلوق جاهز واعمله سلطه، او ان انا اضيفه للرز اعمل بيه رز سلطه بنفس الصلصه دي كده، بقطعه واحطه عليها واكله مع طماطم مع خس مع جرجير مع الخضر الخاص خيار، المهم ان انا اضيفه لبعض انواع الخضار وكسلطه. ده كسلطه. هنعمله بقى ايه؟ جراتان، او هنعمله محشي، او ان احنا نعمله شوربه. القلب الكعب بقى اللي تحت، وان شاء الله هنجيبه في حاله نوريه لحضراتكم احنا عملناه، بيبقى عامل زي البطاطسيه اللي هي متقوره، نص بطاطسيه متقوره. بناخد الكعب ده نجيب لحمه متعصجه مفرومه ونحشيه لحمه مفرومه مع جبنه موزاريلا وندخله الفرن مع شويه صلصه بيضة. فينا نقطعه مكعبات ونعمله برده سلطه اللي هو الخرشوف الكعب بنفس الصلصه اللي احنا قلنا عليها، زيت زيتون وليمون وخل ومستردة وملح وفلفل اسود. حلو قوي، يعني كذا طريقه. انا لو قعدت اتكلم نظري طبعا انتوا هتتوهوا معايا، ولكن اوعدكم ان انا هعمل الخرشوف حلقه كده خرشوف كامله. شوفوا انا بعمل ايه دلوقتي، اللي انا بعمله دي حركات شيف ونص. انا كنت ممكن خدت الطاسه ديت وخدتها كده وجريت على ايه؟ رميتها على الحوض، لا انا مش عايز كده، انا عايز اخد دي حركات الشيفات بقى في المطاعم والاوتيلات اهيت. شفت اللي انا عملته ده؟ ده مهم جدا، لان البهريز اللي نزل من اللحمه والبصله والتومه اللي انا بتبل بهم اللحمه كلهم في شويه السمنه دولت. حلو قوي، شايفين الشوربه الخطيره دي كده؟ دي شوربه البطاطس بالكفته الجميله دي كده، يا ريت تجربوها طريقه شيف ونص هتعجبكم قوي. حلو قوي. طيب خلونا نطلع فاصل صغير ونرجع، لان الاستاذ المخرج ادى اوامر بكده، وتابعوني بعد الفاصل نشوف قالب الرز العراقي مع شوربه البطاطس بالكفته وسلطه الشيف الشعيه. تابعوني بعد الفاصل.
ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. انا ما عملتش اي حاجه خالص غير بجد روقت مطبخي، لان بجد بحس ان انا لما المطبخ يكون مكركب بحس ان الدنيا كلها مكركبه على راسي. فمهم جدا النظافه اول باول علشان نفسنا تتفتح للاكل اللي بنتعب عليه وبنشتغل فيه. انا دلوقتي الرز لسه مازال في النار لان عايز له وقت طبعا شويه لسه، وانا عندي الشوربه جاهزه اهيت، بس انا عايز هنا تغلي لمده 3 4 دقائق علشان يحصل مزيج ما بين البطاطس المهروسه مع الكريمه والكفته اللي انا عملتها وحمرتها طبعا في شويه سمنه وزيت، وخدت بعد كده كل البواقي اللي موجوده مع الكفته ضفتها للكريمه تاني، والشكل الجميل ده كده حلو قوي. انا عايز حضراتكم تجربوا الشوربه ديت. طبعا لو احنا عندنا ضيوف لازم يتساءلوا دي شوربه ايه، بالتاكيد هنقول لهم دي شوربه بطاطس باللحمه، ربطنا ما بين النشويات والبروتينات في طبق واحد. باخدها كده جاهزه كده زي الفل، بحطها على السفره بتاعتنا. عندي شويه بقدونس حلوين كده، الله كده، ده طبق الشوربه جاهز مش محتاج اي حاجه خالص. هنبدا نشتغل في طبق السلطه. احنا في المطبخ بنعمل لوز، بنعمل مكسرات، والشيف قال هنعمل طبق سلطه من ابتكاراته. طب ما تخلونا انا عايز شويه سمنه احمر فيهم الطشه اللي انا هعملها للسلطه، فانا هحمر اللوز في شويه زيت، واخد اللوز من الزيت اللي انا هحمره ده واستخدم الزيت ده في السلطه. ايه رايكم؟ دي برضو حركات شيف ونص، ده اللي انا بقول عليه دايما. يبقى ناخد شويه زيت هنا كده ونحمر اللوز اللي انا هزين بيه الرز اهوت. علشان محتاج بعد كده الزيت ده في ان انا اعمل بيه الطشه بتاعتنا اللي هنستخدمها للسلطه. وادي التوم اهوت ننزل بيه بعد كده، وعندي الخل، وعندي عصير الليمون، وعندي شويه زيت زيتون. حلو قوي، بس انا عايز التست بتاع الزيت اللي انا حمرت فيه اللوز ده، لان الزيت او السمنه اللي بحمر فيها المكسرات مهم جدا في التست اذا كان بنحطه على رز او على شوربه او على سلطه زي ما انا هعمل دلوقتي. حلو قوي، باخد اللوز ده كده بعد ما احمر في المصفه دي كده، الله، واخليهم على جنب بس يطلع الرز نشوف هنعمل ايه فيه بعد كده. بنرجع الزيت تاني للطاسه، ما قلنا دي حركات شيف ونص، وانزل بالثوم بعد كده. حلو قوي، انا بعمل طشه دلوقتي للسلطه حلوه قوي هتعجبكم اهي. توميه تحمر كده بس البصله تحمر، بنزل بالخل، الله، اوعى وشك، هو ده الكلام، وانزل بعصير الليمون، وانزل بشويه زيت زيتون صغيرين، واسيب الخليط ده كله يغلي مع بعضه، والم دول كده خلاص انا مش عايزهم. حلو قوي، بتبل الطشه الجميله ديت بيه يا شيف، هو ده الموضوع، بتبلها بشويه بابريكا حمراء وشويه فلفل. هاديه مدام هاديه، ازيك؟ ازيك يا ست الكل؟ الله يخليك الله يخليك. عايز اسال حضرتك بس على السبوله، عيوني، وشوربه السيفود اللي هي بالمكرونه، شوربه السيفود، حاضر، مكرونه بالسيفود، اه، والتبوله، حاضر، حاضر، والتبوله، اه. طب نطلع ورقه وقلم كده ونكتب مقادير التبوله عشان نعملها مع بعض. ماشي معايا يا حضرتك. التبوله من المطبخ الشامي، حاضر يا ست الكل. اه تحت امرك. بقدونس مش كزبره خضراء، بقدونس مش كزبره خضراء، كلنا بنغلط ونروح نبعت الشغالات ومرات البواب نقول لها هات لنا بقدونس، تجيب لنا كزبره خضراء قد كده، نفرمها تبوله نيجي ناكل نلاقيها كزبره خضراء، والله العظيم بيحصل. فنجيب بقدونس اخضر زي الفل، ونجيبه نفرمه ناعم، بنغسله قبل التقطيع مش بعد التقطيع، نغسل البقدونس قبل التقطيع مش بعد التقطيع، بعد ما ننقل الورقه الصفراء منه، نفرمه ناعم بسكينه حاميه. وبعد كده نجهز البرغل منقوع جاهز بعد غسيله لمده ساعه تقريبا، برغل ناعم لونه ابيض او اسمر حسب الرغبه، مع طماطم متقطعه ناعم، مع عصير ليمون وزيت زيتون. نتبل البصله ببهار حلو وملح وفلفل، وبعد كده نخلطها مع الطماطم على لوحديها، وبعد كده نضيفها للبقدونس
ونخلطها كلها مع بعضيها مع زيت الزيتون وعصير الحمر. حلو قوي. تمام. شوف استاذ المخرج شاطر معايا بيقول لي ما تنساش الرز يا شيف عشان الرز ده مهم جدا. الطشه بصراحه مشوقاني ان انا اقف جنبها. خلينا نشوف الرز. حلو قوي. ايه الاخبار؟ الله، هو ده. قلنا ايه التبوله؟ السؤال الثاني يا استاذ رامي. مكرونه بالسي فود. حلو قوي. شايفين الرز الجميل ده كده قدام حضراتكم اهوت؟ هو ده الرز. حلو قوي. مكرونه بالسي فود سهله جدا. المكرونه الاسباجيتي بنجيبها نسلقها ثلاث ارباع سوا زي ما احنا عارفين، ونجهز السي فود حسب الجيب مش البحر، الجيب. يعني الدنيا متيسره، بنجيب بنجيب كاليماري، بنجيب جمبري، بنجيب بلح البحر، بنجيب كابوريا اللي موجود عندنا، بنجهز له بصله ناعمه وفص توم حلو مع شويه كريمه لباني، وبنعمل السي فود ده بنحمره مع بصله ناعمه وفص توم والتوابل زعتر وملح وفلفل، ونضيف له الكريمه اللباني، وبعد كده نسيبه ياخد غلوه على النار، ننزل بالمكرونه المسلوقه ثلاث ارباع سوا تاخد غلوه معاه. في مكرونه بناكلها بيضه، في مكرونه حمراء. البيضه بيكون منضاف لها كريمه لباني، والحمراء ضايفين لها معجون طماطم او مثلا معلقتين من الكاتشب حسب الرغبه وحسب الاطفال ما بيحبوا. انا دلوقتي بعمل سلطه الطماطم بالطشه زي ما احنا مع بعض كده. حلو قوي كده. طبعا انا عايز الخلطه او الطشه اللي على النار دي تغلي علشان البخار بتاع الخل يتطاير كده، واحصل على الاخر على تيست حلو قوي ما يكونش فيه مزازه جامده بتاعه الخل او الحرقان بتاع الخل. عندي القرن الفلفل الحار ده حسب الرغبه، انا الاخر مقطعه للاخر خالص وسايبه علشان حسب ما انتوا بتحبوا، عايزينه اوكي مش عايزينه حسب الرغبه، ولكن بصراحه لو سالتوني انا عايزه، فانا باخده كده نصين وبقطعه كده بالشكل ده كده وبرميه في قلب السلطه واخليه باين كده علشان اللي بياكل من السلطه عايزه اوكي مش عايزه ما يقربش منه. حلو قوي. ناخد معلقه كده واجيب الطشه الحلوه ديت بعد ما تبلتها بالكمون والبابريكا زي ما شفنا مع بعض اهيت، بابريكا وكمون وفلفل اسود. شايفين الخلطه الحلوه دي كده اهيت، وضفت لها شويه ملح بنزل بيها كده على السلطه. شايفين؟ الله، هو ده. وانزل بها سخنه، انا عايز انزل بها سخنه ليه؟ علشان يحصل مزيج بين الطماطم والصلصه الجميله دي كده. حلو قوي. اقلب دي كده. تمام. شايفين السلطه دي حلوه ازاي؟ حلو قوي. انا عايزكم تجربوا السلطه اللي انا عملتها دي كده، هتعجبكم قوي. بس ناكلها بارده شويه، يعني ايه دي مش مشكله نعملها من بدري ونخليها في الثلاجه. قصه التومه المحمره الطشه اللي انا عملتها دي جامده قوي. نغرف طبق السلطه ده كده هنا. الله، هو ده. معلقه البابريكا اللي انا حطيتها هنا نخليها سبايس شويه مع الفلفل الاسود. حلو قوي. طبق السلطه خطير بجد. لو سالتوني هتاكل ايه يا شيف بعد ما نخلص البرنامج هقول لكم طبق السلطه ده مع العيش المقمر اللي موجود عندي. حلو قوي. ادي طبق السلطه. نيجي للرز بتاعنا واللوز. يا لوز، فين اللوز؟ اهوت. حلو قوي. روع وشك. نيجي كده الاخبار، يتأكد طبعا العجينة سايبة من هنا. الله، طبعا بتسيبها تبرد شوية كده. ونيجي في طبق الغرف كده. اوعى وشك، هو ده. اوه، مش مشكلة، يشيلها كده شوية عادي زي الفل. كلنا نشيل الرقة دي كده اللي هي في الصينية. حلو قوي. وناخد اللوز اللي احنا محمصينه هنا. حلو قوي كده اهيت. باخد اللوز
باجي كده على الوش وازينه بالشكل ده كده. حلو قوي. الفرن هنا عالي شوية فطبعا العجينة بتحمر من تحت، ولكن انت ممكن بنفس الطريقة اللي انا عملتها بشيل الرقة اللي على الوش، لان دي عجينة الرقائق الهشة، بنتخلص من الرقة اللي موجودة على الوش وبنزينها باللوز اللي عندنا ده كده. الله، حلوة. موضوع بسيط خالص. بنيجي نظبط طبعنا، مهم جدا كده. حلو قوي. الله، هو ده. عملنا النهارده في حلقتنا شفنا مع بعض القالب الرز العراقي، ونخلي بالنا الفرن ما يسخنش مننا زي ما سخن مع الشيف، ونتخلص من اذا حصل ده بشيلنا الرقه من على الوش وزيناها باللوز زي ما شفنا مع بعض. الرز مستوي من جوه والعجينه مستويه من الاطراف. عملنا شوربة البطاطس بالكفتة زي ما شفناها مع بعض، وزيناها بالبقدونس وادينا لها تيست وخليناها ريتش قوي بالكريمة اللباني. عملنا سلطة الطماطم الشقية طريقة الشيف أحمد المغازي، مع الشيف أحمد المغازي إبداع وفنون الطهي. تابعوني دايما.